بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 23 من الكتاب 16، كتاب الجهاد. باب ما أصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مغازيهم من الشدة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الدارمي في سنن الحديث 59 بعد 400 و2000، قال: أخبرنا يعلى قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا هذا السمر وورق الحبلة. السمر ده نوع من ايه؟ من اشجار الـ 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 الصحراء، ويبقى يغلب عليه الشوك وفيه قليل من ايه؟ من الاوراق. وورق الحبلة برضو، الحبلة نوع من شجر البادية. حتى ان احدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، يعني من كتر ما كانوا ياكلوا الاوراق اللي كانت بتاكلها الشياه، فبقى البراز بتاعهم زي براز الشياه، بعر كده مش مختلط ببعضه. ثم اصبحت بنو اسد تعذرني، وبنو اسد دول كان سيدنا سعد بن ابي وقاص، سيدنا عمر ولاه في خلافته على اهل الكوفه هناك، قبيله بني اسد، فاعترضوا على سيدنا سعد ايه، وقالوا انه ايه، لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يحسن في القضية، وانه لا يحسن الصلاة. بنو اسد اللي هم كتير منهم ارتدوا وكثير منهم جهلة، بيعدلوا على سيدنا سعد، فسيدنا سعد بيقول: انتوا جايين تعدلوا عليا وتلوموني ان انا ما بعرفش، وانا اصلا قديم الاسلام واتبعت النبي ومشيت معاه، هتيجوا تعلمون انتوا؟ فهمت ازاي؟ ليه؟ لان هم راحوا اشتكوه على سيدنا، عند سيدنا عمر، فكان قال الكلام ده ايه؟ علشان يدافع عن نفسه يعني. ثم اصبحت بنو اسد تعذرني، يعني تلومني: لقد خبت اذا وضل عملي. وفي روايات عمليه بهاء السكت. باب من غزا ينوي شيئا فله ما نوى. وعن أبي قال: أخبرنا الحجاج بن منهال قال: حدثنا حمال بن سلمة قال: حدثنا جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا، يعني غنيمة ولو حتى حبل. العقال ده الحبل اللي بيربطه بيه إيه؟ الجمل. فله ما نوى، يعني واحد خارج عشان دنيا ياخد ثواب الدنيا غنيمة، واللي خارج عشان الآخرة ياخد ثواب الآخرة، كل على نيته. باب الغزو غزوان. وعن أبي قال: أخبرنا نعيم بن حماد قال: حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، يعني نوعان، فأما من غزا ابتغاء وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريم يعني الغالي وياسر الشريك، يعني تيسر مع الناس في المعاملة واللي هم معاه الجند اللي معاه يعني، واجتنب الفساد، يعني لم يفعل ما يخل بإيه؟ بالجندية أو يخل بالعبادة، فإن نومه ونبهه يعني استيقاظه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. باب في من مات ولم يغزو. وعن أبي قال: أخبرنا
الحكم بن المبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. القارعة هي مصيبة سودة تزعجه، يعني مصيبة شديدة. يبقى القارعة هي إيه؟ المصائب الشديدة التي قد لا يتحملها الإنسان. فهمت؟ باب في فضل من جهز غازيا. وعن أبي قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب الله له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الغازي شيئا. ليه؟ لأن الدل على الخير كفاعله والمعين على الخير كفاعله. باب العذر في التخلف عن الجهاد. وعن أبي قال أخبرنا أبو الوليد، ما احنا عارفين ان العذر زي ايه، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، دول ما عليهمش حرج انهم ايه يمكثوا ولا يخرجوا للجهاد. وعن أبي قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول: لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا لأنه من كتاب الوحي، فجاء بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته. ابن أم مكتوم بيقول: طب وأنا ذنبي يا رسول ده، أنا أعمى. فهمت؟ فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فنزلت كلمة غير أولي الضرر كالعمى والعرج والمرض وغير ذلك والعجز والشيخوخة، كل دي أسباب تمنعه. باب فضل غزاة البحر. وعن أبي قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان، ودي كانت خالته، خالة أنس يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيتها يوما، قال يعني إيه؟ يعني نام القيلولة، اللي هي إيه؟ النوم اللي بينامها الإنسان وقت الضحى، يسموها القيلولة. يبقى قال يعني نام وقت القيلولة. قال في بيتها يوما فاستيقظ وهو يضحك، النبي شاف رؤية حلوة فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: أريت قوما من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم نام أيضا فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: أريت قوما من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم نام أيضا فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: أريت قوما من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة. قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. يعني كأن إيه؟ غزو البحر هيبقى في أمة النبي أجيال بعد أجيال، أجيال بعد أجيال، فكل ما ينام يشوف جيل آخر، جيل آخر. فهي كل مرة تقول له ادعو الله أن أكون منهم، قال: لا، أنت من الأولين، دول لسه هيتولدوا بعدين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا إيه على الشام، وكان بيجي لهم ايه غزو كتير، يجي لهم من ناحية الروم عن طريق البحر، ساحل البحر. فاقترح معاوية على سيدنا عثمان انه يجهز مراكب فيها جند علشان ياخد جزيرة قبرص، لأقرب ايه ارض في وسط البحر، كان بيعتبرها الروم مكان بيتجمعوا فيه عشان يهجموا على سواحل المسلمين. فاستأذن فجهز جيشا ايه بحريا وغزوا البحر
واخذوا جزيرة قبرص وصارت ايه مكان للمسلمين حتى يمنعوا ايه القواعد البحرية اللي كانوا بيضعها الروم عند قبرص يغزو بها المسلمين، فهمت؟ فغزا في البحر فحملها معه، فلما قدموا قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها، يعني وقعت من فوقها، فدقت عنقها فماتت، واستشهدت أم حرام في قبرص، ولها قبر يزار إلى الآن في جزيرة قبرص، ستنا أم حرام. وتحققت نبوءة النبي لها بعد وفاة النبي بسنوات طويلة. باب في النساء يغزون مع الرجال. وعن أبي قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 غزوات، أداوي الجريحة أو الجرحى وأصنع لهم الطعام وأخلفهم في رحالهم. يعني يجوز للمرأة أن تخرج في الغزو لتؤدي خدمات للجند وليس لملاقاة العدو، كمداواة الجرحى وكإعداد الطعام وغير ذلك. باب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه في الغزو. وعن أبي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا. باب فضل من رابط يوما وليلة. وعن أبي قال رابط يعني إيه؟ يعني ظل في الحراسة ليحرس المسلمين من هجوم الأعداء المباغت، كويس، يسموه في رباط، رباط يعني حراسة. وعن أبي قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان على المنبر وهو يقول إني كنت كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كراهية تفرقكم عني. ثم بدأ يعني ليه أنا مش عايز يقول الحديث ده لحسن الصحابة كلهم يسيبوا المدينة ويخرجوا للجهاد ويقعدوا في المدينة لوحده مش مع الصحابة، فما رضاش يخبرهم الحديث ده، خايف لحسن يسيبوهم المدينة ويخرجوا يجاهدوا في سبيل الله ويرابطوا، فإيه وهو بيحتاجهم في مشورتهم، فاهم؟ ثم بدا لي أن أحدثكم ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. وبعدين سيدنا عثمان خاف ليكون بيكتم علم، فظهر له ان هو يخبرهم وايه وامره الى الله، وكل واحد بقى يختار اللي يختاره. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. باب في فضل من مات مرابطا، يعني في اثناء الحراسه يموت، زي اللي بيسموه ايه جندي على الحدود، جنود الحدود دول بيبقوا في الحراسه. وعن ابي قال اخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن لهيعه عن مشرح قال سمعت عقبه بن عامر يقول رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله، يعني لما يموت ينتهي عمله خلاص ينقطع، ادي معنى يختم عمله، الا المرابط في سبيل الله فانه يجرى له عمله حتى يبعث. يعني المرابط اللي يموت مرابط ربنا يكتب له عمله كانه عايش ليوم القيامه، يجي وقت الصلاه مكتوب له بيصلي، يجي رمضان مكتوب له بيصوم، يجي وقت اخراج الزكاه يكتب له انه بيخرج زكاته، وهكذا الى ما شاء الله. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد.
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.